اطلب الله منزل النور المبين والصلاة عليك يا الخاتم لمينا سيد الخلق اجمعين. بعدها يا من له التقدير واجب بعدها يا من له التقدير واجب مدلي شاعر وفي راعي مواجب والنعم يا العارجي ألف لك مبروك يا راعي الجمايل ألف لك مبروك يا راعي الجمايل في زواجك شاركه كل القبائل لنا لك قدر وجاه في المحافل دايم تسجل حضوره في المحافل دايم تسجل حضوره في قرى المخلاف لك راي ودورة يشهدون الحاضرين لجلك الليلة ننظم كل قافي لجلك الليلة ننظم كل قافي شيلة نظمتها باسم الشقافي والبحير الشيخ علي الشقافي شيخي والأولوية الشقافي شيخي هو الأولوية والبحيري راعي الكف الندية كلهم لجلك لفوا في معيتهم مطاليق الرجال في معيتهم مطاليق الرجال هم على الوقفات والجود المثالي دام أبو تركي علي والكليبي شيخ دايم يذكرونه هذا ابو يحيى وتسالي يعرفونه والهديسي شيخ قوم ومحمد كفو شيخ المقدريه هذا بن شيبان ما ننسى خويه وابن عمه ابو حسين لجلكم يا مهدلي سقنا التهاني فرحة واخوانك بتحقيق الاماني يا وريث الغانمين واله دقاسم كفو تذكر علومه واله دقاسم كفو تذكر علومه في حياته ما تبدل عن سلومه اسال الله يرحمه والتهاني توصل الشيخ الكريمه والتهاني توصل الشيخ الكريمة أشهد أنه راعي الراية السليمة والنعم بالشيخ عرار ومشعوي شيخ حلال الصعيبة ومشعوي شيخ حلال الصعيبة عارجي لا من دعا الداعي يجيبه له مكانة عالية والنسب ناسبت باللي تقتدي به والنسب ناسبت باللي تقتدي به خالكم فصال معروف بطيبه يا الله انك ترحمه لعبتك يا مهدلي تهوى الجمايل لعبتك يا مهدلي تهوى الجمايل والله انهم محزم اليوم الهوايل كل جبال الراسية والعذر يا صاحبي ان جاء قصورة والعذر يا صاحبي ان جاء قصورة والله اني ما تمكنت الحضور حسب رحلة مسبقة خارج ارض المملكة غبتنا عنكم وصوتي لم يغيبي غبتنا عنكم وصوتي لم يغيبي ألف لك مبروك يا راعي الجمايل شارك وكل القبائل لما نقدر ونوجه في المحافل دايم تسجل حضور في قرى المخلاف الاجرين ودورا يشهدون I'm gonna go to the hospital.
صوتي لم يغيب، فانت لا حكم وصوتي لم يغيب.